هلو، شو نعمل إذا إحنا بدنا حدا هو ما بده إيانا؟ يعني إعجاب من طرف واحد، حب من طرف واحد، الشخص هذا مش شايفنا غير أصدقاء فقط، هذا الشخص مش مستعد لعلاقة، هذا الشخص بس بده يستمتع بوقته معنا مش أكتر. إيش نعمل بهاي الحالة؟ الموضوع ببلش إنه إحنا بنقابل شخص أو بيدخل حياتنا شخص، إحنا بنشوف فيه كل الأشياء اللي إحنا بحاجة لإلها، كل الأشياء اللي إحنا بدنا إياها، الشكل، الضحكة، المحادثة، التواصل، الكيمستري بيناتنا رهيبة. بنبلش مع الوقت إحنا ننجذب لهذا الشخص، بنبلش مع الوقت إنه إحنا نعجب بهذا الشخص أو نحبه، حتى لو إحنا ما بنعرفه، حتى لو إحنا ما بنعرف إذا هو بده إيانا أو لا. فمنبطل نطلع كيف قلبه أو كيف عقله أو كيف بيفكر أو كيف شخصيته. والمشكلة وين؟ المشكلة الأكبر إذا إحنا فعلا كنا عارفين إنه هذا الشخص ما بده علاقة معنا، إذا هو ما بده إيانا، فبدل ما إحنا نطلع من هيك إشي، من هيك علاقة اللي هي أوريدي مش علاقة، اللي ما إلها ليبل، بنضل مع هذا الشخص وبنحاول كتير إنه إحنا نقنعه يضل معنا، يحبنا، يختارنا زي ما إحنا مفترينه. بدنا نخليه يشوفنا كأشخاص عشان يحبنا زي ما إحنا بنحبه. بس للأسف كل هذا الموضوع مش موجود على الحقيقة، كل هذا الموضوع موجود بفكرة إحنا حابينها عن هذا الشخص، اللي هو لما إحنا نعجب بشخص أو إحنا ننجذب لشخص منبلش نتخيل حياتنا معه، أحلامنا معه، أهدافنا، كل إشي بنبني حوالين هذا الشخص. ما بيكون هذا الشيء جاي من نفسنا أولاً. وبعترف إن الموضوع جداً مهلك، مستنزف، والموضوع كتير مؤلم وكتير صعب إنه إحنا نكون نحب حدا بس هو ما بحبنا، إنه إحنا اخترنا حدا بس هو ما اختارنا، والموضوع كلياته بصفي إنه هو بس من طرفنا، إنه إحنا بس بدنا نعمل كل إشي لنخلي هذا الشخص يحبنا أكتر. الموضوع صعب أكتر لأنه إحنا مش قادرين نتقبل الواقع، مش قادرين نتقبل الحقيقة إنه هذا الشخص فعلا ما بده، يعني هو ما بحبنا. بس شغلة تانية، مو معناته انه الشخص هاد ما اختارنا او ما حبنا معناته انه هو شخص سيء، لا، بالاخر هي حياته، هاد قراره، هاد الاشي اللي هو بده اياه بحياته. ممكن مش احنا الاشخاص اللي هو عم بدور عليه، ممكن هذا الشخص مش عارف على ايش بدور، فاحنا ما نحكم على شخص انه سيء لانه هو بالاخر ما حبنا. انا عطيت كتير بس هو ما حبني، انا اخترته بس هو ما اختارني. الامور ما بتمشي مثل هيك. احنا بنشوف الموضوع من منظورنا احنا الشخصي، وبننسى انه في طرف تاني له رأي، له حياة خاصة، وهذا اللي بيخلينا نحط كتير جهد وكتير طاقة وكتير وقت وكتير مشاعر على علاقات هي مش إلنا، وبتنتهي العلاقات بشبه علاقة او situation ship او ما في إلها اي مسمى. وللأسف لما احنا نكون عم نعطي اكتر من الطرف التاني، احنا بنضل مش لأنه إحنا بدنا حب أو بدنا بالآخر إنه هذا الشخص يختارنا، لا، إحنا بنفكر هيك، بس الموضوع بيصفي إنه إحنا بدنا هذا الشخص يحسسنا إنه إحنا عايشين، إنه إلنا قيمة، إنه إحنا بنستاهل الحب. فبدل ما إحنا نشوف الحب وناخد الحب منه، إحنا بدنا ناخد الموافقة منه، إثبات وجود، إنه أنا فعلاً بستاهل هاي العلاقة، إنه أنا بدي أفوز فيك، إنه بدي أفوز بهاي الجائزة. فهون الأغلب يوقع بهذا الفخ، بفكر حاله إنه هيك العلاقات، هيك الحب، هذا مو حب، هذا شيء أنا بعبي جواتي، إشي فراغ. فمن دون ما نوعى لحالنا، إحنا أوريدي بنكون عم بنعبي فراغ جواتنا، أو عدم أمان داخل جواتنا عم بيتحكم فينا. فإحنا بالآخر بنختار الأشخاص لأسباب غلط. بنشوف إنه واو شكله حلو، وهو معه كتير فلوس، هذا الشخص كتير اجتماعي، أو كتير بنات بحبوه، فإذا أنا فرجيته حب أو عطيته كتير هيفكرني أنا غير الكل، فأنا بدي أثبت له أنا غير الكل. فإحنا بنبلش نبني حياتنا وأحلامنا وأهدافنا وطموحنا اللي ممكن يكون موجود أو مش موجود على هدول الأسباب اللي عم بيعطينا إياهم أو اللي إحنا شايفينهم بالشخص. بنصير نبني خيالنا وتوقعاتنا على هدول الشغلات. نسأل حالنا بكل صراحة هدول الأسئلة: ليه أنا بدي هذا الشخص؟ ليه أنا اخترت هذا الشخص؟ إيش الإشي اللي أنا شايفته بهذا الشخص؟ ليه بدي الإشي اللي أنا بدي إياه؟ طب هل أنا بعرف هذا الشخص؟
إذا إحنا فعلاً عنا مبادئ ومعايير وعنا قيمة لذاتنا وعارفين إيش الأشياء اللي فعلاً بدنا إياها بحياتها، نعرف نجاوب هاي الأسئلة. بس إذا إحنا ما بنعرف كل هدول وما بنعرف حالنا، صعب نجاوبهم، صعب نعرف شو حقيقة أو جذور المشكلة أو جذور الإشي اللي إحنا بدنا إياه، لأنه ما في إشي مبدأ إحنا واقفين عليه. فهل إحنا حابين شو إحنا عم بنشوف، ولا إحنا عم بنشوفهم من خلال قلبهم، من خلال تفكيرهم، من خلال شخصيتهم؟ يعني هل هذا الشخص عنده طموح، عنده أهداف؟ هل هو صبور؟ هل هو متفهم؟ هل هو بيعرف يحكي؟ هل هذا الشخص جنتل منيح، بيعرف كيف يعامل الناس بشكل لطيف؟ هدول الشغلات هي مبادئ. إذا إحنا عنا هدول الشغلات هنعرف أجوبة هاي الأسئلة. أنا ما بدي ألغي إنه لا الشكل مش مهم، لا الفلوس مش مهمة، لا إنه ما تطلعوا على أشياء تانية بس تطلعوا على الشخصية. لا طبعا إنه الانجذاب مهم للعلاقة، إنه تكمل علاقة بنجاح، هذا شيء مهم. بس أغلبكم عم بيطلعوا على الأشياء الخارجية، مش عم بيطلعوا على الأشياء الداخلية اللي بالشخص نفسه. أنا بحاول أخليكم تعرفوا إيش الأشياء اللي أنتوا فعلا بدكم إياها، مين أنتوا، تعرفوا حالكم أكتر عشان تعرفوا إيش هي مبادئكم، إيش هي معاييركم بالحياة، حتى لما تعرفوا تختاروا، تختاروا بعناية، تختاروا على أساس واقعي، أساس حقيقي مش موجود جوا خيالنا إحنا بنيناه. فلما إحنا نكون مدركين وعارفين إنه هذا الشخص ما بده إيانا، هنكون أقوياء وجريئين إنه نتخذ قرار مع السلامة، إنه أنا ما بدي إياك بحياتي، لأنه أنا عارفة إيش بدي وعارفة قيمة نفسي، وأنا بدي إشي أنت ما بدك إياه، فمع السلامة. إنه إذا إحنا ضلينا بهيك علاقة، معناها إنه إحنا متقبلين إنه إحنا فعلا نستاهل، ومأمنين إنه فعلا نستاهل مثل هيك علاقة، اللي هي أوريدي مش علاقة، اللي هي مش مقلهاش مسمى، إنه إحنا متقبلين أقل من المستحق وأقل من قيمتنا. من خلال هذا الشيء إحنا بنبلش نستنزف من الداخل، بطل في إنا طاقة نعطي، فإحنا بنصير نقبل بنص حدا، بنص علاقة، بنص عاطفة، بنص اهتمام، بنص بكل إشي، بنص قصة، بدل ما إحنا نستاهل قصة كاملة نعيشها. بس الموضوع بالآخر هو مش إنه في إشي غلط فينا، إنه هذا الشخص ما اختارني معناه في إشي غلط فيه، معناه هذا الشخص مش إلي من الأساس. فإحنا نتقبل هذا الشيء ونعرف حقيقته بمعرفتنا لنفسنا. هلا راح أعطيكم تيبس تساعدكم إنه تسهل الموضوع عليكم، إنه ما تكونوا هيك كتير قاسين على حالكم إنه هذا الشيء كتير صعب. أوكي، أول وحدة إنه إحنا نركز على الواقع، نركز على الحقيقة اللي إحنا بنشوفها فعلا، وما نضلنا عايشين بخيالنا، بعقلنا، بالأشياء اللي إحنا خلقناها. تاني وحدة ما نحط حجج وأعذار لهدول الأشخاص، إنه يلا خلاص أنا بعطي لهذا الشخص كل إشي عندي وهو رح يتغير، هو رح يشوف إنه واو هاي البنت ما في مثلها. لا، الموضوع مش هيك بيمشي، لأنه إذا الشخص هاد حكى أنا مش مستعد لعلاقة، أنا بس حاسة إنه إحنا بس أصدقاء مش أكتر، نصدقهم لأنه هو فعلا هيك، لأنه هو فعلا عم بيحكي الحقيقة. بس هم أحيانا الأشخاص ما بيحكوا لأنه هم ما بدهم يانا بالواقع، هم ما بدهم يدخلوا معنا بعلاقة لأنه ما بدهم يجرحوا مشاعرنا، فإحنا نصدقهم لما يحكوا لنا هذا الكلام، ما نحط حجة وأعذار إنه هذا الشخص ممكن مع الأيام يتغير أو أنا رح أغير له رأيه فيه. ثالث وحدة، نحب حالنا، نحب نفسنا، نعرف مين إحنا، إيش معاييرنا بالحياة، إيش مبادئنا، إيش حدودنا، إيش الأشياء اللي إلنا، إيش الأشياء اللي فعلا إحنا متمسكين فيها. هاي شغلات كتير مهمة لحتى نعرف نحدد إيش إحنا بدنا بحياتنا. رابع وحدة والأخيرة، إنه إحنا ما نحط ببالنا إنه هذا الشخص الأول والأخير، إنه الخيار الأخير ما حدا هيجي مثله، يعني خلاص هذا آخر قطعة، آخر قطعة. إذا هذا الشخص طلع من حياتي معناها إنه ما في، مستحيل حد يدخل حياتي بعديها، ما فيش خيارات، خلاص تسكر الباب ورا. وهذا غلط، لأنه إحنا بس نحط ببالنا هذا الشيء، إحنا ممكن الشخص الصح يمرق من قدامنا إحنا مش شايفينه، ممكن حدا عم بيحاول إنه يدخل حياتنا ويكون فعلا هو الشخص الصح، بس إحنا ما حنشوفه لأنه إحنا بس متمسكين وحاطين بعقلنا إنه هذا الشخص اللي معنا اللي موجود بحياتنا هو الأول والأخير.
فإحنا بنبلش نحكم على الناس، بنبلش نقارن الناس فيه. فنهاية الفيديو، باي.